أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام تكون محمد الله سبحانه وتعالى حبيكم الله جل جلاله 24 دين التوفيق السنة الفارنة حرم وقت كوبة ناس دين دين الله سبحانه وتعالى الموضوع يتو يليو الشجر ناس دينا وبندو هي التهارة وبندو هي التهارة تهارة كو ما إيو حياتو شو بندم بيا وصوتا جي تهاريو بيا حياتو ما ندم بيا زن تنقود يو مادم مسفايان عويشو حرمازو بسوتا جيو ورحاف يتهارة نقاد زنقو سوتا جيو زكي تهارة نقاد اومي لازمانيو كي تهارة تيشالش مادم كمد عشلاو نسوتا جيو كشراف مادام فان كما دايشو يمالا ليو بيا زي ماسكان زي عمرو زي بيا زي اماكن مادام يشو بيسو تاجو انتون ورعف افو ورعف مسلمة تقوفو ان امريكا وماني اسلامو تيان قوف كابسا كابسا ورعف ان الاسلام تهتم بالنظافة واسلامو سو تاجيا ورعف افو جرونا وبارتي ورعف كما شلاغ ولي توحارة توحارة يكام الله سبحانه وتعالى ويجب كابسا كابسا نوانيا توحارة لانكم دافعين توحريف وأنا كمل أدي لازم سنة توبة نتطهر وأنا كأو منون وأتطهرش جاو التطهر زك التنش كما سجلون التطهر زبي يا إن شاء الله تبارك وتعالى. أما نمنا يو قبل هونجيا فهو ما من التطهر مرج من التطهر أنتني التطهر معناه لغة أي النظافة ورحف. التطهر معناه النظافة، من التطهر معناه ورحف النظافة إذا من التطهر للطهارة معناه النظافة والخلوص من الأوساخ. نعم دمو جبان جو جند سامبل جافودي نازن سامة جافودي نانتي نانتو جافودي نان سامة سامة إما معس واجو نيتن نتو منادم نما ذنب يتن نتو منادم ما لك مشوا جونز كالتز الطهارة والطهارة كما سوت الجوميل ومنادم والطهارة كما سوت القلب زو بيا جون الطهارة يكون منازو مهم منادم كما رندن على الأنبياء كم راف بيا وكما دام كم اللي نمرها فهر ما ينقوي أو نحر ما يمين لحر ما يزبلس وشو كذلك أمو هاو ستارجي وكنتين وكم رعف أفو التهارة معنى النظافة يو نظافة ورعف والخلوص أما دام وجبان جوا وجانا سنبالي من الأوساخ نعنتو وانتو والأدناس نسامة الهسية ينقو زوكم إرزو ناو زوكم هسي مرشورة دن رزيسك نام نيني مثل النجاسة ينقوم مازو يمازس نجس نجس يهسي ما تصورنا ما بنقوم بحالنتو فان وتصورنا ما نقوله بحال نجس وتصورنا كم بلاس فيليه وانجن فان سامازو بيتصورنا زو يهسي زو بيه توهارة سو تجي ما ندم عندن عايش نام نيو سو ما ندم أكل توهارة حرم أمول وهاي عجيب فاضي نيجيسي كمانزو نجس كمانزو هسي ين ينقوم مازو النجاسة تو من باولين ينقوم مازو الكوجو كوجو يهسي وصلونا تجو كمانو تصورنا ما ندم بحال كوجو sono place ni usho vantin wayakisa kojo so pet madama jibanjwe na ngodozo rekorto hirif tumi alayhi salatu wasalam alwar madithu kamane sku minga masuku akovra mavana virama makaburi alngomba wallahi makaburi mele wa innahuma la yu'adhiban wa antwaliha makaburi wa sa'adhibila wa la yu'adhibani wa la kasadhibila handoni bof nikas kasadhibila mandin mbashirik mathalan ولا ويدي ولا كذا ولا كذا وإنما سعاد بلا مجمعين قرمو أكملك ما تني أكون أنا نميمة سنجسوا يتجسوا ولا دم مجمعين قرمو كقود ستر نالكوجو إيمانا كقود تني كقود زم سنة تهارة ككك ككناه وتجف ما كوتجيا كتهارة بواية كوتجيا كمان مهم أدو كتبارين أكيد هجا أوس لازم كمان ما ندم وقت كاو ما دهندن ويشو بوجود تندى هرم تهيرفم هرم تهارة وجب كما نيجسي نقن يجسي كما هسي مثل البولي مثل الغائط مال الكوجو مال يمازي نزنجنا ما تزو زو ما دام جي فضو هرمزو والمعنوية كذلك نيجسي كما زو معنوي يجسي معنوي إذا يجسي كما زو 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 تهسي وإنما معنوية مثل العيب مثل العيوب مال إذا عيب عيب ينجس عيب ينجس وكذلك والمعاصي نمعاصي زو يجسي لكن يجسي كما معنوي ما انا مدام قيا ونو يا معص يا ما انا قصونا ما قصيه هي السمات ثاني
مصفان دي يتي سي وإنما معنوي ناوي من جو مزنيجسي كمزنيجسو ما ندم زتو ما دم تنتو هر موميل من جو مزو المعاصي الذنوب يا مذهبي كما نادي يندن يمي يومو ما ندم يومي يتهرف يومو ما ندم إما يتشو ما ندم وموه ينو كم راف من جو ما نقول تشو تشوف هفوض يومو ما ندم كم رافو لما دم زند سنبل وجبان جو أنا معاصي وجبان جو أنا مذهبي أبو التهارة ده نام نبى التهارة تهسي لتهارة كما ما دم سيسي مثل البول مر البول مثل الغائط مر الغائط زو من جنا النجسة الهسية وكذلك هناك النجسة المعنوي فهي نجسة كما نجو عجس معنوي كما نزوم كزيس وإنما معنى مثل المعاصي ما دي مذنبي والعيوب نزعيب زنجنا وغير ذلك زنجنا ما سديزو والتطهير معنى التطهير وانا كما هو جتهرش دا أي التنظيف وفاهم راف سوما دا ما يشهر ما تطهير هل ما تنظيف هل ما راف وما دا ما كم راف هل مميل ما دا ما كم راف هل ما زنجوزة ما دا ما كم راف هل ما بلاس كما دايشو وكذلك ما دا ما كم نيو وميلوا ومراف نزنجو ونز بلاسي بين قلبي هاو كم راف قلبي فاضينا معصي قلبي فاضينا نفاق ما من كم نكم يتيو تنتو ما ندم إذا كما يتيو تنتو قلبي وما ندم من كم ماوزو المعاصي معاصي يتنون دو مادم النفاق نفاق يتقلب يوم مادم تنتو وتسمى مادم الجن عجيب فذن هو رزو التنظيف معناه هو إثبات النظافة نريد مادم هو لازم سا نورافو في المحل هرمز بلاس هرم مقابل مادم يشو مجي هفاضي نانتو وجي هفاضي نياقسي وكم رافو هرم يمغوزه هرمز هرم ميلوه هرم بلاس كم ليوشو وقذلك هرم محل القلبي هرم مو كما نوام رافو إذا هرمي طهرة لغة أما الطهرة شرعا هذا نقول هرمي طهرة هرمي شرعية رفع ما يمنع الصلاة إما دامه كمانا أو روي أعطوه ككل منه كما أجوم يتوقع السبب يمزيف لأسفين الصلاة من حدث الأصغر حدث أكبر نقول حدث كما أصغر أو أكبر ويتسنقسى كما قصوا في الصلاة ولينبيه ونوين يقصيه ولينبيه جوتو هرشيزي طب كما نقول كما تشوك سبب يزيف لي ما يمنع كما تزيف لي أسوأ السؤال من حدث من حدث إما حدث أصغر أو حدث أكبر حدث بوان ربا وانا قطي حدث أصغر لي كما سويت الجوض مثل الريح مال السوز مثلا حدث أكبر كما سويت الجنة الطهارة مثل الحيض مثل الجنابة مثل النفاس وما إلى ذلك زو حدث كما نجني زو أكبر تاتاج الطهارة أما حدث أصغر يحتاج الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من غير طهور صلاة كقبل وأنا كما دمك استهار بمعنى لمريكا ومعنوي كسنا وضوء ومنجن وقت قبل الصلاة يحدث أصغر ونجسة كذلك أمر جبان جوان أنت نيجس إما يجس إما جبان جوان يجس كما هسي مثل البول والغائط أو معنوي مثل الذنوب والمعاصي وغير هنا زنجنا ما سديزو وأما حكم الطهارة يحكم ما هي الطهارة يحكم ما هي الطهارة سنبلغ كمان فإن الطهارة النجس هيك الطهارة هي نجسي وإزالتنا من ذلك ويوم كما دم أين دو أي تو أي وين دو واجبة يواجب هيك الطهارة نو كما دم لازم جينا طهارة لما قلت كما دم أنا بحاجة عليهم بي أي تو أو نو قلت كما دم أنا كاستهارة أهرم حدث أصغر أو حدث أكبر أنا بيجي تعرف شذي يواجبة يواجب يفرض ما دام لازم سه نتهارة لقوله تبارك وتعالى جزء الله منكمني وثيابك فطهير نزم جزء هاوس تعرف شذي بمعنى أيني ما ولا ما منفصل سه كمني إني نما على ينش ما أنا حنا وثيابك فطهيرو إلا جوي معنى ظاهر الثياب نزم جو جزء هاوس ما تعرف شذي زبكمانتنا يغسي تورستيو مولواو تورزي بلاسكمانن دونو سولو وثيابك فطهر بمعنى واعمالك لزعمل زو استورشدي عن الشرك عن المعاصي ولما قال يفينكي طهارة كمان هسي وطهارة المعنوي يعني يفينكي طهارة كمان هسيا مثل البول والغائط من النجسة وكذلك يفينكي طهارة كمان ينتني يو معنويا وكما دام تورشدي والذنوب نعم ذنبي مثل الشرك مال الشرك أو ثيابك فطهر إما لازم جوز زوجته أرشدة تز بكمان يجسي وكذلك وأعمالك لازم عمل زوجته أرشدة عن الشركة تز بكمان شركة أو أي لقى الطهارة الهسي والطهارة المعنوي
واما الطهاره اما الطهاره من الحدث ولازم انه فتجب الاستباحه الصلاه ما دام كمان الطهاره حدث اصغر حدث غتتي يكيري ما دام هو روح وضو مدافع الصلاة وقتلنا حدث أصغر وجوفا دو وضو ونن وتكليز الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم هارون وزمت من عليه الصلاة والسلام رغم معنى لا تقبل الصلاة صلاة كبلوة بغير طهور سبي طهارة ما دام كما قصد طهارة صلاة كبلوة بمعنى وقت كما ما دام أنها حدث أصغر حدث كما سوتا جاوضو وهندرنغا وضو بيكتجوا كبالوا سؤالي كما قاسي كسنا تحرمان قسنا وضو ومتبرا لا سؤالة لما لا وضو على قاسنا سؤالة مدهكو من قاسنا قسنا وضو أو لا تقبل السؤالة سؤالك كبالوا بغير طهور سبيل طهارة هذا رواه مسلم وأهميتها جونا أهمية زي طهارة جونا أهمية زي طهارة فإن الطهارة حكاية طهارة معنى كما سلازم الشوع لك الطهارة إن مهم كبسة بتهاريني إن الشرط لسوية الصلاة لأن شرط كي تنقص الصلاة كبلوا بمن الله سبحانه وتعالى تقبل الصلاة نك بس تنك بس تهارة ما لم تمع عليه صلاة سماه معناه لا تقبل الصلاة بغير طهور صلاة كبلوا تسبيها تهارة أو التهارة شرط لسوية الصلاة تهارة إن شرط إكما تنقص مقبلة الصلاة الله سبحانه وتعالى أقبل إنتني يا عمالي كما دام أيفانيو للصلاة هي مرومة ما لم معناه الطهارة فإن الطهارة هك الطهارة شرط لسوية الصلاة العبد لين شرط لتنقصه يكا كوي كبالو يسوالا يهي أمرومة وقد قال صلى الله عليه وسلم هكا رنقوم تمي عليه الصلاة والسلام لا تقبل الصلاة صلاة كبالوة ولك تقبلوة من أهدث حتى يتوضأ يما دامي كما وضو من يتبكى كنا وضو بكا نرنق وضو يما دامي كما نعفى حدث منا أنا ننتو أنا يجس كما يجس نغتتي أنا حدث أصغر كما وضو منها سولك تقبل تبقى لن أنا رنجة وضو أنجنا أول ما علي مستجوم أنا من كمس أهمية الطهارة إلي شرط كما تنجس سوى يعني عبادة كبالوة بان تمنون كما ليس سولك تقبل تبقى ما دام لن أكنا وضو أكي طهير فو حدث متفق عليه فإن أداء الصلاة حكمتك لزوء الصلاة الطهارة من الطهارة ما دام يكاو معنى سيدنا أصل الصلاة هي ومجانا كمان أنا وضو أطهرش زيها ما دام كمان زوجة طهرش زيها ملو طهرش زيها يبلس أصل طهرش زيها كذلك أنا وضو هاي أطهرجنا قلبي هاي بكمان معصب بكمان نفاقي بكمان أنتني نحاس دينا وعين هذه أو متوجني هو الصلاة هي تقبلوها بل هي تعظيم لله ومتكوز الله سبحانه وتعالى ما دام كمان لازم شنا طهارة يوم يقوم السفيدة زهية تعظيم لله أمتكوز الله سبحانه وتعالى أمتكوز الله سبحانه وتعالى وقد امتدح الله تعالى من الله سبحانه وتعالى أصيفه المتطهرين أنا طهرف الله سبحانه وتعالى أصيفه أنكم رفعي طهرة أرغم المنجني إن الله يحب التوابين الله سبحانه وتعالى ويفند عندكم رفع التوبة وتوبية وقت رفع ماذا بي ورغم بيرجم بيز الله سبحانه وتعالى وكذلك إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويفند عندكم لندن وذلك مشان الطهارة حرم زنجوز هاو حرم ميلي هاو حرم بلاس هاو حرم قلب هاو وهي فوض موميون يقسي من جمجن يقسي من جمجن ماذا هو سودا وحفظنا نفاق وحفظنا شرك وحفظنا معصي وحفظنا غيبة وحفظنا ككل أنهم كما تتنقص إتي قلبي كتنهندو يقلبي هاو يا فوضي ما لك ما حفظي إميليهو نهندو نزنقوز ونجس وما إلى ذلك فالله سبحانه وتعالى ويفن زمانه مردوه ويفن زمانه كمانون أطرف زاو زعمل زاو إميليهو زنقو زاو زمكان ما لها نمنا يكماني رغم التحارة إن الله سبحانه وتعالى فوضي إن ستهنو كماني الله سبحانه وتعالى ويفن زمانه كمانون التحارة أما زلقها مختصرة زي أنواع الطهارة ينقسم العلماء الطهارة الشرعية مع علماء ويسة طهارة كما أن الطهارة الشرعية مع علماء ويسة إلى قسم مفهومين مع علماء ويسة طهارة حرم الشرعية حرم الدين يسوع السلام حرم الشرعية يسوع السلام ويسة ما الطهارة ينجني إلى قسمين نوعين يقلتين بل والطهارة حقيقية وطريقة من حقيقية يوكل إكما الطهارة إكما حقيقية لجي فينها والطهارة حكمية وطارق مانية حكمية الطهارة الحقيقية وهي الطهارة عن الحدث لطارق مانية يجني إيجا عن تندو إيه طارق مانية يجني يو حقيقية كل ما إيجا عن تندو
akadi zinguza kanando utarishiza umulo kanando utarishiza iplasa kono sule kanando utarishiza zo pi yazo zo umuo kanando utarishiza na nifaki na maasui na bhasidi na uvuluma na nsemwame ila thalika yutuharo hakikia madamu utarishiza na zin na zin sama ima hadathi asugar au hadathi libawu iko mani tuharaini yoka النجس هرم نجسي وتكون في البدن نيو بارن هرم عميل ترى تحقيقية يوجكا يفانك هنجسي لو نجسي إم مكيم هرم عميل وثوب هرم ينجو والمكان أما بس مدام كما دايشو أو رسولو وتشو مدام وجدت هرش زين أم نعم وقت وترش شذا نجو ياهو وترش ذا عميلو وترش ذا زبلاس ياكم رسولو أو إيشو إيرو مني تهارة تحقيقية تهارة كم مني حقا يتهارة إذا كالتالي تهارة أما كالتفريط تهارة وتهارة حكومية طهاره كما حكمي ديفي وهي طهاره من الحدث لتره كما كذلك يبانغانو وهي تختص بالبدن هي خاصه يب كما نوم اندن يوكد هرمومي هي حكما هرم حكم مثل الجنابه مثل الحيض مثل النفاس هذا طهاره الحكميه لتره كما ني هرم حكما يوندني اس لازم ما دام اندن اتشجم او مسلمه تخوزو كما ني الطهاره هي واجب من واجبات زمن ما نوز كمان لازم ما دام إسلام على ينبيو عاد لازم تنه طهارة من الطهارة هل من يستشو بي هرم حياته ما دام ما دام ما يشرم الطهارة وهي تسوت جي وهي طهارة هرم يهولا هرم يزنجو هرم أنتن هرم هوش بي يا ما دام إنس كمان ما دام يفنيو بسوت جي طهارة كذلك إذا عمل زو ما دام ما دام يفنيو بسوت جي طهارة قال الله سبحانه وتعالى ما أنتني ومقتل مثيبة فطهر وليس ما يسلم إذا عمل بها إذا عمل زاوز كهرش دينا شركي هاي هدونك وماني والروجزة فهجور نعم سنامي يجهولي ويهوين لنغو وبرقل لغو مقتصري التحارة إن شاء الله تبارك وتعالى الدرس دونك تزوني زي أنواع التحارة هاوزور إذا كانت زي التحارة أنواع النجاسة كانت زي نجسي إن شاء الله تبارك وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خير وجزاكم وإلى اللقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى.